إلى فترة استقلال مالي. الذين وقعوا على وثيقة استقلال غشير نايف كانوا أيضا شبابا لم يتجاوز أغلبهم 25 سنة. يعني خير من يمكن أن يرفع هذا الراية راية النهوض ونسير فيها هو الشباب. مواصفة جيل النهوض أكرر، قلنا أنا متوازنة. ثانيا قلنا ليس إماع، وإنما عنده ثوابت وعنده مبادئ. يهمني بالشباب النهوض الحضاري الذي يجي مجتمع المعرفة أكثر أن يدفع بلده نحو التقدم وأن يرتبط بدراسته. له إمكانيات، له قدرات، له طاقات، له ملكات، له خصم طورها. لا يهمني مرأة ولا راجل. ثالثا لا يستعجل ثمرة النجاح، لأن النجاح لبينا أو قلبي. رابعا جيل النهضة يملك إرادة، عنده هدف مرسوم وواضح. جيل النهضة كما قلنا سابقا لا يخاف، جيل النهضة بعيد عن الببغاء. جيل النهوض هو في الحقيقة النخبة. نحن لا نتكلم عن المجتمع وعلى كل الشباب، إنما نتكلم عن الشباب المسؤول الذي عنده رؤية ويستطيع أن ينتقد وضعيته، ولكن انتقادا بناء لأنه يحمل البديل. هو مهم جدا بالنسبة للتحاور حول القضايا المرتبطة به، وخاصة مواصفة جيل النهوض الحضاري. نحتاج إلى هذا النقاش، ونحتاج أن يكون هذا النقاش عمومي من زوايا مختلفة ومن قرابات مختلفة. أكيد بالنسبة اليوم ناقشنا الوضعية من خلال زوايا علم النفس، الاجتماع، أيضا من ناحية أخرى من ناحية الدين، وهذا مهم جدا. الفكرة الأساس التي ركزت عليها خلال هذه المداخلة هو أنه يجب أن نعتبر الشباب اليوم فاعل، ويجب أن نتعامل معهم بحجات مختلفة وأسلوب مختلف ومقاربات مختلفة. أيضا يجب أن نفهم الشباب ونفهم استراتيجية الاشتغال معه في أفق جعله قريبا من مواصفات هذا الجيل الذي نتحدث عنه. كان الموضوع كذلك رائع، لأننا يعني كنا نتوسم ونبحث عن المواصفات التي يمكن أن تنهض بهذا الجيل ليكون إن شاء الله من جيل النهوض الحضاري، وخاصة وأن الشباب يعني قد فقد الثقة في نفسه، فنريد أن نضع أمامه يعني كل السبل وكل الطرق التي يمكن أن تأخذ بيده إلى أن يكون مشاركا فعالا في عملية التنمية وفي النهوض الحضاري، وخاصة يعني أن يعرف الشباب نفسه. فيعني في نفس الإنسان كنوز عظيمة، لو اكتشفها والله وتالله وبالله سيكون إن شاء الله رب العالمين فاعلا في النهوض الحضاري، والذي هو هدف من أهداف وجودنا في هذه الدنيا. مرحلة الشباب هي مرحلة البناء، بناء الشخصية، ومرحلة التكوين والإعداد على المستوى الفكري وعلى المستوى الأخلاقي وعلى المستوى الاجتماعي. وهذه الوضعية تتطلب منا كتربويين، كباحثين، كمسؤولين، كآباء، كأساتذة، كأسرة، تتطلب منا أن نأخذ بيده ونساعده وأن نرشده، ولا يعني هذا أن نعبئه بالأفكار ونحمله العقلية ليست عقليته. علينا أن نتحاور معه ونعطيه من الخصال ما هو من في الحوار، يعني تكون له فرصة كي يعبر عن ما يخالج ذاته وما يخالج تصوراته وتمثلاته ليكون في المستوى المطلوب. كان هذا اللقاء هذا يتمحور حول تحديد الأسباب إعطاء بعض المواصفات الكبرى المرتبطة بالكيفية، ويبقى العملية الإجرائية التي حاول الأساتذة والمتدخلين إعطائها، وكانت تتجلى بالطبع في الإحساس بالذات، الثقة في النفس، وضع الأمال، ارتباط بالمرجعية، ارتباط بالدين، وليس على مستوى المفهوم ولكن أيضا على مستوى التطبيق. إذن هذه بعض العناصر التي كانت مرتبطة في هذا اللقاء. ندعو الله أن نكون قد
استفدنا وافدنا، وشكرا وبارك الله فيكم.